بسم الله الرحمن الرحيم. رقم المطار 60518 ملازم اول محمد معتصم اتبع الاستخبارات الدعم السريع. انا داير اتكلم عن قوات الدعم السريع في عده نقاط. النقطه الاولى حاتكلم عن اداره شباب القبائل والتي تم تاسيسها قبل 3 سنوات بتكليف من غير قوات الدعم السريع للمستشار الرائد محمد المختار، وعددهم 5000 شاب. الناس دي لمده 3 سنوات كانوا قاعدين يصرفوا مرتبات بدون مهام، وعندهم مهام محددة وخصصت لهم. المهمة الأولى مهمة سياسية، إذا جاءت انتخابات مبكرة هم يكونوا المجموعات السياسية بالأحياء، وإذا جاءت الحرب هم يكونوا مجموعات الإسناد العسكري للقوات. والشباب ديل هم طلبة جامعات وعمال ومهن أخرى، تم تجنيدهم من قبائل معينة ومن إقليم معين، وهم الآن منشطين في المعلومات، قاعدين يكتبوا معلومات أسر الضباط والضباط والقضاء والمهندسين، وهم الآن قاعدين يدلوا بمواقع العربات والمواقع اللي فيها أموال في بيوت المواطنين، وأخيرا سموا نفسهم فزع الغايب. بحكم عملنا في استخبارات الدعم السريع اطلعت على ملف خاص جدا، وهو ملف المقاتلين الأجانب. اكتشفت من خلاله انه في قوات كانت بتقاتل مع حفتر وقاتلت مع القذافي في العام 2011 في الثوره، بعد ذلك القوات دي انتقلت الى النيجر، وتم استيعاب في قوات الدعم السريع عن طريق ممثلين في تشاد والنيجر وافريقيا الوسطى، وجابوهم السودان وعملوا لهم ارقام وطنيه وعملوا لهم هويه وجوازات، واصبحوا هم يقاتلوا مع الدعم السريع باعتبارهم هم سودانيين في السعوديه وفي اليمن. عايز اتكلم برضه في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الأجسام المدنية والسياسية والواجهات لقوات الدعم السريع، واللي كانت بتتصرف على أموال ضخمة جدا ومتحركات ودور، ومن أمثلتها شباب البناء والتعمير ولجان المقاومة المستقلين ولجان مقاومة جنوب الحزام. لجان المقاومة المستقلين كانت مشرفة على تأسيسها، وكانت رئيسة الجسم ده سمر إبراهيم، وشباب البناء والتعمير تم تكليف المستشار محمود الدحمد تكليف مباشر من القائد لتأسيس الجسم، وتم انتخاب عبد الرحمن ديدان حتى اكتمال البناءات القاعدية. ولجان مقاومة جنوب الحزام كانت مشرفة على منى عزت أخت المستشار يوسف عزت، وهي المسؤولة مسؤولية برضه مباشرة من هذا الجسم والتداخل مع لجان المقاومة. يعني تعالى اتكلم عنها استخبارات تنظيم قوات الدعم السريع والتي تتبع لغايه قوات الدعم السريع وتقوم بتنفيذ التوجيهات مباشره من الغايه، وهي المسؤوله مسؤوليه شخصيه من التوجيهات الشخصيه اللي بتجي من القياده في اعتقال السياسيين المضادين للدعم السريع او العسكريين بالتنسيق مع نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله، وكذلك هي القوه التي اعتقلت بهاجي النوري من الكلابله، وكان عنده مشاركة يعني قاعدين يدخل عناصرهم في المواكب في شيرواني والقصر الجمهوري وجاسم، ومن لاحظنا بعد كل موكب بيدخل فيها العناصر في قاعدة تجيب اختيارات للسوار من داخل المواكب. ناشد كل ضباط وضباط صف وجنود قوات الدعم السريع بتسليم أنفسهم وسلاحهم إلى الوحدات العسكرية بالعاصمة والولايات، وتسليم أنفسهم إلى القوات المسلحة السودانية.